بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي متابعي قناه ميديا سوفت، طبعا اعزائي متابعين، النهارده جايب لكم ان شاء الله طريقه ازاي نشغل مايك على الكمبيوتر وعلى الموبايل، يعني الاثنين. طبعا حضراتكم عارفين المايك اللي يشتغل على الكمبيوتر ما يشتغلش على التليفون، التليفون الموبايل ليه واصله والكمبيوتر ليه واصله، زي ما حضراتكم شايفين ده الجاك بتاع اللي هو بتاع الموبايل بيبقى بالشكل ده استيريو، تمام، وده الجاك بتاع الكمبيوتر، تمام، زي ما حضرتك شايفين كده، دي اطراف ودي اطراف، فدي حاجه ودي حاجه. كل اللي احنا بنعمله ايه، بنجيب سماعه بايظه او هيدفون بايظ قديم ايا كان، تمام، بناخد منه الجاك بس بتاعه اللي هو ده هيدفون قديم اهو بتاع موبايل، بناخد منه الجاك بس بتاعه بالشكل ده، تمام، وبنجيب الهيدفون اللي هو شغال على الكمبيوتر، تمام، اللي هو ده حاجة برضو قديمة عندي بس المايك بتاعه شغال، تمام. كل اللي احنا بنعمله ان احنا هنجيب الجاك بتاع الموبايل، تمام، هنربطه مع الجاك بتاع الكمبيوتر الاتنين مع بعض، تمام، وهنخلي لما تيجي تشغل حضرتك اللاب هتشغله بالجاك بتاعه او الكمبيوتر هتشغله بالجاك بتاعه، ولما تيجي تشغل الموبايل هشغله بالجاك بتاعه، تمام. وطبعا العملي هيوري حضراتكم ازاي الطريقه والكلام من ده بمنتهى البساطه. الموضوع اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، مش اي مشكله خالص ولا في اي تعقيدات. طبعا بنقشر السلك اللي هو كل اللي احنا بس اللي احنا محتاجهم الطرفين دول، نبص بعين دول الطرفين دول الان طرفين. طبعا هنختارهم ازاي هقول لحضرتك حالا، هنختارهم ازاي. الطرفين دول بيبقى واحد فيهم شكله كده ما فيهوش اي لون خالص اللي هو الارضي، والتاني بيبقى دايما اللون الاحمر، يبقى اللون الاحمر واللون اللي هو ما فيهوش اي حاجه خالص ده، تمام. طبعا عشان نضمن التوصيل بتاعه لازم نعمل اللي هو نشيل الايه الماده اللي عليه او البلاستيك اللي عليه عشان يبقى موصل معانا. طبعا لو حضرتك عندك ولاعه طبعا يبقى افضل، طبعا بتشيل حضرتك بالولاعه. كده احنا قشرنا السلك اهو، تمام، زي ما حضرتك شايفين بالظبط. وهنيجي هنا نفس القصه هنقشر ده، طبعا مش هنقطع ده، ممكن بمنتهى البساطه ان احنا ايه نوصل الطرفين دول معاه بشكل كده كويس كالاتي. طبعا الطرفين اهو بتوع المايك بتوع الهيدفون بتاع الكمبيوتر، هنقشره ونشبك فيهم ايه الطرفين التانيين دول. وزي ما حضراتكم شايفين، تمام، نجيب ده كده الارض اهوت، نجيب طبعا الشكرتون ونيجي على الطرف الثاني هنطلع عينه،
بقى عندنا الطرفين زي ما حضرتك شايفين، بتاع الموبايل بتاع الكمبيوتر، وده بتاع السماعات بتاعة الهيدفون. جرب حضراتكم خلاص. بعدين نسجل الصوت الجاك بتاعنا. الو الو، ايوه ايوه زي ما حضراتكم شايفين، ادي الصوت بتاع اللي هو المايك، ونجربه ونسمع الصوت عامل ازاي. وبكده اعزائي المتابعين طبعا نكون خلصنا الشرح النهارده، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.